في الوطن العربي، هو المانجر او الهيد بتاع بيما ليبيا. باشمهندس عمر، ممكن حضرتك موجود ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اسمي عمر سليم، شغال بيم مانجر، وكوننا مع بعض الناس الافاضل بيم اريبيا، وان شاء الله هنتكلم في الورشة ديت عن ازاي نقدر ندير كل معلومات المشروع، سواء معماري او انشائي او ميكانيكا او كهرباء، بحيث ان احنا نقدر نستفاد من المعلومات ونقدر نستفاد من المشروع وان احنا نقلل الخسائر. هنتكلم ان شاء الله عن ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في الريفت وفي البيم عموما، وازاي ان احنا نقدر ندخل في مجال البرمجة حتى لو احنا مش عندنا الملكة ان احنا نبقى مبرمجين. ففي حاجات بتبقى زيرو بروجرامينج او لو بروجرامينج، يعني مش محتاجة ان انت تقعد تكتب اكواد، لا بكل سهولة تقدر ان انت تعمل برنامج زي موضوع الجراس هوبر في الراينو او الداينامو في برنامج الريفت. ان شاء الله الدوره دي هتكون لكل المهندسين معماري وانشائي وكهرو وميكانيكال، وان شاء الله هتكون بسيطه جدا لاي حد عايز يدخل في المجال. احنا مش هنتكلم عن موضوع البيم، لا هننتقل لازاي ان احنا نحقق اكبر استفاده من موضوع البيم، ازاي نطبق حاجه من الاداره اسمها اللين مانجمنت، الاداره الرشيقه، بحيث ان احنا نقدر نقلل الهدر، نقلل التكلفه، نقلل الوقت، ونقدر نطلع احسن جوده باذن الله. وان شاء الله يعني بالتوفيق للجميع، وان شاء الله اوعدكم ان انا هحضر كل المحاضرات بتاعت المهندسين الاخرين باذن الله. الله يكرمك شمس، جزاكم الله كل خير. شكرا يا باشمهندس عمر. السنه اللي فاتت المهندس عمر عمل ورك شوب كبيره ما بين البام وما بين الفي ار كات، كان معاه يعني هو دايما الورش بتاعته عشان الناس تبقى عارفه، يعني باشمهندس عمر يعني روبن هود البام في الوطن العربي، فدايما الورش بتاعته بيجيب فيها كل الناس الجامدين قوي اللي شغالين في البام. فالسنه اللي فاتت كان جايب كل الناس، حتى الناس اللي شغاله في المانيا وفي كل حته في العالم. فحقيقي اي حد مهتم بالبن ما ينفعش يفوت الورشه بتاعت الباشمهندس عمر. انا شخصيا اتعلمت منه كتير حاجات في البن، ويعني كل اي تلميذ عندي بيسال بصراحه بقول له باشمهندس عمر سليم، يمكن يعني كل الاستادات بتاعت قطر تشهد بذلك يعني. شكرا يا باشمهندس عمر.